تفرقنا. الطار 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 يا ولدي نار بتحرقنا. هنسيبها ولا نردها ونجوم نجوم نطفيها قبل ما تيجي تحرقنا. النايب حمدان ايه هي الناس دي ما عرفهاش مصلحتها ولا ايه؟ ناسنا غلابه. اي حد بيظهر في صوره المتدين الناس بتصدق. حمدان مين يا واد اللي يقلقني؟ ده ولا 10 زي حمدان على صباع صغير تاني. اوامر تدوا اصواتنا لحزب منافس لدايرتين مضمونين لينا. السياسه العليا للحزب ان احنا نضحي بالدايرتين دول عشان مكاسب تانيه اكبر بكتير، هتعرفوها بعدين. أوافق كيف يا مصلحي؟
ده انا اتسرق مني 30 مليون جنيه من حساباتي في البنوك واللي سرقتهم صفنات وما سابتش اي دليل وراها. يا هارون يا هارون، حياتك ولا 50 مليون جنيه؟ يكتر عندي، خذ وخلصني. عاوزني اقتلك؟ لا اقتلك كيف؟ مين قال ان ناوي اقتلك؟ انت حياتك بقت غاليه عندينا. ألف مبروك يا عريم. الله يبارك فيك يا حبيبي. ألف ألف مبروك يا عريم، سيجعلها جوازة الهنا يا رب. حبيبتي الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي. أمال فين أمك ما جاتش ليه؟ سهرانة أنا كانت في الفرح من امبارح فهتجيلك بالليل. وعيالي؟ عيالي؟ أنت عاوزة خوطة في ليلة الصباحية؟ إن شاء الله من بكرة أجيبهم لك يخوطوكي ولا تزعلي. يا رشيدة إيه الحاجات الكتير اللي أنتوا جايبينها دي؟ دي حوايج الصباحية فضلة خيرك. والله تعبتوا نفسكم، إحنا عندنا كل حاجة. دي عوايدنا يا حضرة الضابط. ولا انت ما تعرفش حاجه عن السعيد غير القبض على المجرمين؟ ايه مش هتسافر وتقضي شهر عسل ولا ايه؟ والله كان نفسي يا ريم، بس انا بالعافيه خدت كام يوم اجازه. ان شاء الله تبقى حياتك كلها شهر عسل. والنبي انت اللي بوجهك بينجط عسل. ريم دي جدتي. يلا بقى بسرعه، نفسي بقى عندي اخ صغير. الف الف مبروك يا حمدان. الله يبارك فيك يا ام سعيد. قول لي يا رامي عامل ايه؟ انا زين يا جدي. طب الحمد لله. وانت يا فرحه؟ زين الحمد لله. وانت ممدوح عامل ايه في الجامعه؟ الحمد لله انا في اخر سنه. طيب زين، باين عليك شاطر. بيقولوا لي انك بتروح البسمه تودي لها المحاضرات اللي ما بتحضرهاش، شيء ما تبقاش تروح ليها تاني. يعني هي هتاخد ايه من الجامعه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ ولدك عارف. بقول لك ايه يا فرحه، تتلمي خلقاتك وخلقات ولدك وتاجي تقعدي معايا هنا في السرايا. لا لا، انت بتقولي لي انا لا. فرحه ما تقصدش، وهي ما فيهاش لسان ترد. انا ما قصديش، انا قصدي ان انا مرتاحه في شقه امي وانا ما مرتاحش، واد ولدي قاعد بعيد عني. قدامك حل من اثنين، يا تاجي تقعدي هنا في السرايا انت وولدك، يا تسيبيهولي أنا ربيه. إلا قول لي يا حمدان، ما فيش أخبار عن هيمة؟ هيمة؟ إيه اللي فكرك بيه دلوك؟ يعني تكون سمعت عني حاجة كده ولا كده؟ أنا هسمع منين؟ لا هتتقطع رقبته مطرح ما هو قاعد. أهو ده اللي كان ناقص يا أمي، فرحة وولدها يقعدوا معانا في السرايا وفوقهم هنية كمان. انتي متوكدة اللي فرحة وافقت؟ ايوه ياما، انا كنت واقفة ومدارية وسمعاهم. كان البيت هيبقى زيطة ولا المولد. اما قلتش ليه لحمدان انك ما وافقاش؟ حمدان؟ حمدان كان يزعطني من السرايا، ده قرش ملحتي زي ما يكون بيتلككلي. فينك يا هارون؟ فينك يا هارون؟ ما كنتش اطلب منه اي حاجه غير ويقول لي نعم وحاضر وما يزعلنيش. ادعي له هو وابوك يرجعوا بالسلام. هفضل مستحمله الحال ده الميته؟ ده انا ما لحقتش افرح، كانها جوازه الندامه. ليه يا بت؟ ما انتي قاعده في سرايا طويله عريضه وليكي فيها الربع، ده غير الذهب والارض اللي كتبها لك باسمك. ايوه يما، الاسم مرض وما لحقتش ورجعت عزبه من تاني. كان مكتوب عليا لا افرح ولا اتهنى بجوازه. الحمد لله على السلامه يا اختي، نورت السراي. تعالي لواحظ، خدي الشنط طلعيهم على فوق. وانت تعال يلا على فوق. تعال عبزاك. خير في ايه؟ اقعد الاول. قول لي ايه حكاية بسمة اللي قال عليه عمك حمدان دي؟ زميلتي في الجامعة. ومال عمك حمدان بزميلتك اللي في الجامعة؟ وليه قال لك مالكش صالح بيه؟ ما هو متجوزها. ايه؟ تجوزها؟ انت بتقول ايه؟ وانت مالك ومال مرته؟ انا هقول لك على كل حاجة. نورتي السرايا يا حبيبتي. شكرا. الله، مالك يا فرح؟ في ايه؟ مفيش. اسمعي يا حبيبتي، البيت ده بيتك انت وابنك،
وانا هوصي حمدان ما يزعلكيش ابدا. كتر خيرك. على فكره بقى انا ارتحت لك من اول مره شفتك فيها. وانا كمان. خلاص يبقى من هنا ورايح بقى تعتبريني زي اختك الكبيره، واي حاجه تحتاجيها لازم تقولي لي عليها. يا مصيبتي السودة، يا مصيبتي السودة، بتحب مرات حمدان؟ ما هتجوزها بالغصب وهي كرهاها وعايزه تتطلق مني. كرهاها ولا حباها من ناس صالح؟ المهم انها على ذمته ولسه مرته. تعرف لو عمك حمدان عرف انك بتحب مرته هيقتلك. وانا ما خايفش مني. انا خايفه عليك يا ولدي. انا ملياش غيرك يا ممدوح. اوعدني يا ولدي، اوعدني انك تشيل بسمه دي من راسك. مساء الخير يا فرحه. ايوه كده نورتي السراي. خليكي جاري عشان تونسيني. مالك يا فرحة؟ حد يقعد في سرايا طويلة عريضة زي دي ويبوزك دي؟ مغصوبة على قعدتين. مغصوبة؟ مغصوبة ليه؟ عشان اتعلمت الدرس من زينب الله يرحمها. زينب؟ اللي ما رضيتش تسيب فراج ولادها وهو عيل هارون بعد جوزها ما مات، خطفوا منيها وخلاها ماتت بجهرتها. راسك راحت لبعيد قوي يا فرحة. حمدان زي ابوه فولة وانقسمت نصين. كان الزمن بيعاود من تاني. كان اللي حصل زمان ممكن يحصل معايا واتحرم من ولدي او اموت بحسرتي لو قلت لا. ألف مبروك يا عريس. الله يبارك في سعادتك يا فندم. معلش بقى يا علاء، ما قدرناش نديك اجازه اسبوع ولا اسبوعين كده عشان شهر العسل. شهر عسل يا فندم والخمس ايام. هم فعلا خمس ايام. قول لي، شريف قال لك ان في جريمه سطو مسلح حصلت من يومين؟ حصل يا فندم، واحنا دلوقتي بنجمع معلومات عن المجرمين. ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا يا سياده النائب. اهلا يا عفيفي بيه. الف مبروك. الله يبارك فيك. اتفضل. مبروك جوازك يا علاء بيه. لو كنت عزمتني كنا حناجي ونعمل الواجب برضك. معلش يا حمدان بيه، اصل الحكايه جت بسرعه. تشرب ايه يا حمدان بيه؟ لا ملوش لازمه، انا بس جيت عشان اقول ان احنا لازما نحط يدنا في يد بعض ونتعاونوا مع بعض لمصلحه البلد. ما احنا لازما كلنا نبقى في خدمة الأهالي ومصر كلها، ولا إيه يا سيادتك؟ يا أهلا يا أهلا. أهلا أهلا أهلا. أهلا وسهلا حمدان بيه. ألف مبروك نجاح جنابك في المجلس. الله يبارك فيك. اقعد اقعد يا عياش. اتفضل اتفضل جنابك. أبويا كلمني من كام يوم في التلفون وقال لي إنك طلعت إفراج. الحمد لله، أصل اتخنقت من الحبسة، رمحت لي يومين ازور عيالي ومرتي، لكن قلت لازم اجل جنابك اهني وبارك واقول لجنابك انا من دلوقتي خدامك وخدام الارض اللي تمشي عليها كمان. جيت في وقتك يا عياش. قول لي، لساك شديد وادليل زي زمان ولا السجن هدك؟ لا اطمن جنابك، زي الاول واكتر، شديد وعجب جنابك، بس يعني كان لي أمانة عند سعادة الباشا هارون بيه، قال خدها منيك. أيوه، ربع مليون جنيه اللي أبويا وعدك بيهم لما كسرت راس السيوف. الحمد لله إن جنبك عارف، طمنت قلبي. بس أنا معيش المبلغ ده دلوك يا عياش، أنا لسه طالع من الانتخابات ومشطب. معناته إيه الحديد ده جنبك؟ لما أبويا يطلع عن قريب هتاخد اللي ليك. لما سعادة الباشا هارون بيه يطلع ان شاء الله. ما تقلقش، ما هيطولش، هيطلع براء ان شاء الله. خد خد دول، ماشي حالك بيهم. متشكرين متشكرين جنابك، يدوم خيرك، بس ما تاخذنيش يعني، سعاده الباشا هارون بيه هيطلع براء كيف والقضيه؟ تعال تعال معايا نروح مشوار وانا حرسيك على كل حاجه. اتفضل اتفضل جنابك. تعال اتفضل 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 يا عياش. تعال اتفضل اتفضل جنابك. ايه اللي بتتودودوا فيه برا السراي؟ ما عاوزينش حد يشوفكم ولا يسمعكم.
ولا تكونش بتتحدثوا عن هيما اللي انتخى فيه حمدان. ما عاوزش تقولي حمدان قالك كده؟ ايوه يا ابوي. انا كده ابتديت اقلق عليك يا ممدوح. ابوك عنده حق يا ولدي، لازم تبعد عنيها اليومين دول. مهما كان دي اعراض ناس، يعني ده شرع ربنا. وبسمة مرت حمدان، رضينا مرضناشي هي مرت حمدان، حتى لو كانت متجوزاه بالغصب. هتطلق كيف وجضيتها ميؤوس منيها؟ حتى الدكتورة عليا قالت إن إثبات الجواز مستحيل عشان ما فيش شهود على الجواز العرفي. لا إله إلا الله، سبحانك يا رب. أهي بسمة دي من المبتلين. للأسف هي دي الحقيقة يا ستي. ارمي حمولك على الله، احنا نقول العبد في التفكير والرب في التدبير. هو انت في حاجة في دماغك ولا يا حماتي؟ لا مفيش شيء، احنا هنشوفه الأول عليا هتعمل ايه، وبعد كده مش هنغلبوا فيها، يعني يحلها ألف حلال. يا هانم يا ست هانم. تعالي يا اختي، تعالي الله يرضى عنيك. امريني يا حاج. الامر لله، حضري لنا لقمه عشان مدوح هيتعشى معانا. من عينيا التنين. تسلم عينيك. لا انا لازم اقوم اطمن على ستي. مالها مساعد كف الله الشر؟ اصلها قاعده لحالها. امال امك وخالتك فين؟ سايبين المره الكبيره لحالها كده؟ انا مش قادر افهم ايه الناس دي الصراحه. عجوبه من العجايب والله. يا رب ما تكتبها علينا ابدا. هنقولوا ايه؟ هنقول يا رب يوم نزاع ويوم وداع ويوم نقابل وجه كريم. حرام عليكم، حرام عليك يا عمي. حرام؟ حرمت عليك اي قلب يا جلف يا تهرب عليك يا حمدان. لازم ناخد واجبه في الاول، وفيش غل باللي قتل ولدي. عندك عياش؟ فضل جنابك. ارحموني يا عالم. يا حوي غدونا اكتم يا مرة، اكتم اللي اجيب اجلك. لقيك انت اللي وزع عشان يقتل ولدي. زيادك سعد الباشا حمدان بيه لحسن يموت في يدك وتبوس المصلح اللي قلت لك عليه. فكرة كبيرة. طيب هسيبك دلوك تاخد راحة شوية. عياش أمر جنابك. روح جيب لهم واكل وشرب، ضيوفنا برضك وضيفتهم واجبة. وانت استوردت عربيات نص عمر لشركة السياحة بتاعتنا؟ وبربع التمن. طب ازاي؟ دي عربيات ممنوع تدخل إلا إذا كانت على الزيرو. ما أنا جبت أوراق من المصدر إنها على الزيرو عشان ما ندفعش جمارك. بس هما في المينا هيكتشفوا انها مستعمله. ريه صافي. المينا والبلد خلاص بقت تحت ايدينا. انت بتدهشني كل لحظه، بحس قدامك اني قدام اكبر راس في البلد. ومين قال لك ان مش اكبر راس في البلد؟ على فكره السعيد الاسبوع الجاي هناخد 4 قطع اراضي في سهل حشيش وفي شرم الشيخ، كل قطعه ربع مليون متر، عشان نبني عليها فنادق ومنتجعات سياحيه فاخره عشان الناس الغلابه. مليون متر؟ دول تمنهم كام يا صفا؟ وليدي يعني على الاقل 3-4 آلاف جنيه في المتر. يا صافي ما تجيش مبالغه قوي كده. دولار واحد يتيم في المتر. يا ولد النصابه، بلعين البلد كلها في كرشكم. ايه ابي كيف رئيس معاطي؟ يا سلام، تقتل القتيل وتاجي تسال عنيه. طب احلف لك بيه ومقام سيد عبد الرحيم، ما كنت اعرف بالكمين عمل لك ظبط مباحث ده. طب لو اعرف اجي لك كيف دلوك. وكتاب ربنا ده وكتاب ربنا يا معاطي، ان شاء الله اعمل. لو كنت اعرف يا راجل. خلاص خلاص يا رئيس هاشم. مصدقني؟ مصدقك. الحاجة بعت لك الزيارة الكبيرة اللي انت ورجالي، تقول لك معلاش اجارت عنيك الفترة اللي فاتت.
كتر خيرها. كمان قالت لي احط لك مبلغ كبير في الكانتين تشتروا بيه انت والرجاله كل اللي انت عاوزينه، وليكوا كل شهر مبلغ زيه. متشكرين. قالت لي كمان يا معاطي اقول لك ان ليك انت والرجاله 500,000 جنيه تاخدوهم ان شاء الله لما تطلعوا بالسلامه. حجه بتدعي لكم ربنا يتوب عليكم من شرطه ولاد الليل والمنصر داي، ربنا يهديكم يا رب يهديكم يا معاطي. مالك توحى اخبارها ايه يا ريس هاشم؟ طمني عملت ايه مع هيمه؟ اطمن يا ابوي هيمه عندي في الحبس خصوم. وسايبه ليه؟ ما تسلمه للحكومه عشان يغير اجواله. يا ابوي هيمه ما هيعملش اللي احنا عاوزينه منيه بالسهل كده. لا، في الاول لازم يتقدم ووري له العين الحمراء عشان يخاف ويعمل اللي احنا عاوزينه منيه. طب عشان خاطري ما تقرص عليه يموت في يدك. ما تخافش يا ابوي، ده واد حرام وجلده منحس. ايوه هو اللي جابه لنفسه، مع اني كنت فرحان لما لقيته. ما حصل حصل، هديني بفش غل فيه لحد ما سلمه للحكومه. طيب قول لي اخبار المجلسيه. الحمد لله يا ابوي، حلفت اليمين وبقيت عضو مجلس رسمي. مبروك مبروك يا ولدي. الله يبارك فيك يا ابوي. طيب ما حد سأل عني هناك يعني؟ ما انت خبر يا ابوي، المجلس الجديد ما فيهوش حد من اللي كانوا فيه قبل سابق. هاي يا صاحبي عندك حق. على فكره النهارده كانت الجلسه بتاعت عمك مصلح او الجلسه في المحكمه، كان لازم يا ولد تحضر معاه. ما انا اتشغلت يا ابوي، قلت زيارتك انت اهم. على العموم القضية لسه مطولة، يا ريت تكلم صفوت بيه يشوف القضية دي يحاول يطلعه منيها بأي طريقة. صفوت إيده طايلة وقادر، مش كده وبس، البلد دلوك بقت بلدها. وكمان يا حاج معاطي بتشكر لك على اللي عملتيه معاه ورجالته. مين اللي تشكر لمين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب اللي قاعدة في بيتي دلوك في وسط عيالي. يا عالم كنت هبقى في إيه؟ الحمد لله والحمد لله على سلامتك يا حجة. تسلم لي يا ريس هاشم. وكمان سألني على توحة. يجعل في قضاه رحمة. هي توحة دي اللي كانت على البال ولا على الخاطر. ربنا هيعترك فيها إن شاء الله. ربك كريم. دايما يا حجة، دايما قهوتك. طب استأذناني. استأذن فين؟ أنت قاعد متغدي معانا. ريم ماشي يا حاجة وأنا هروح أوصلك. قبل نفسي. خلاص نويتي؟ آه ماما وعليا وحشوني قوي. طب وأنا أعمل إيه أنا دلوقتي في الحضن ده؟ أنا هتوحش وجوي، أروح فين وأجي منين أنا بس يا ربي؟ ما تسيبهاش تمشي يا ستي. خليها قاعدة يا ستي غصب عنيها، ما تخليهاش تسافر. لا يعني ستة ما تنفعش غصب عنيها. دخلتك علي هتتجنن عليها، عاوزة تطمن عليه في الغصب ده، ما تنفعش تنام. طب يا ستي خلي خالتي عليا تيجي تشوفها وتعاود، وريم تفضل قاعدة معانا ما تفرجناش. اعمل فيك ايه انا دلوقتي؟ انت كده عملت لنا مشكله في العيله دي. ليه؟ تعرف مين ده؟ عارف متظبط المباحث على بيه. الله يحفظك يا ريس. دي مش بنت الظابط علاء بيه، دي بنت عليا بنتي. يخرب بيتك يا مصلحي، يا نهارك الاسود يا مصلحي. معقولة يا مصلحي؟ معقولة القاضي توصك 3 سنين سجن كده من أول جلسة؟ أعمل إيه في حظ الأسود؟ معلش معلش يا مصلحي، بكرة إن شاء الله في النقد يدوك حكم مخفف. لسه هستنى نقده وما نقدش. ها؟ ده أنا حاسس إني هموت، هموت. إيه ده؟ إيه ده النار؟ صلى على النبي. ده كيف؟ أنت السبب يا عرود. أنا مش مسامحك يا عرود، مش مسامحك. تصدق انك راجل خلع وواطي، وانا اللي كنت فاكر انك راجل اكتر من كده، وخليت صفوت بي عينك عمده للصفانيه، اتاريك طلعت كيف الحريم؟ يمين بالله ما تستاهلها. يا ريتني ما وافقتك عمده، كان يوم اسود يوم ما وافقتك على الحكايه دي. يا ابوي يا سواد لينك، افتح يا افتح. يا خرب بيتك يا خرب بيتك.
يحكي صفوت بيه وهي اللي لموا على صف ناس وبينهم بيقوا كيف استنى على العسل يعني بيبيعوا ويشتروا وبعطيهم وكمان خدت مني بالغصب نصيبي في شركتي معاه دي حكايتك بالظبط اعمل حاجة يا حمده حرام عليكم ابويا ما استحملش السجن ورحمة ولدك يا حمده قولي نسيبك يعمل حاجة انتوا فاكرين نسيبي ده ايه ها وبعدين ما هو جاب له محل عاوزينه يعمل له اياها اكتر من كده معلش يا زين المرة الجاي لما يعودوا بحكمة ابوكي يدوا له حكم مخف يا مري يا خرب بيتك يا نجية كمالنا ومال الهم دي لا يعني ما شفتك زعلانة على جوزك زي ما انت زعلانة على ابوك كده هنية انا ما رقصكيش عفاريت الدنيا بتتنطط قدام ما شاء الله ما تدقوا في بعض ها دقوا في بعض وقطعوا شعر بعض قدامي ما قصكوش دلوقت والله ما انا عارفة اقول لك ايه يا حمدان نصيبه كده بس تعرفي براو عليكي تعجبتيني ما انا ما هسيبهاش المرة السوداية يا امه لما طفشهم من هنا ليه بس كده يا هنية هي عملت لك ايه مش وقتك دلوقتي يا صفي قول لي يا حمدان انت هتفوت فرحك ده مهمله ولادها وقاعده لحالها في المعرض بعدين بعدين يا هنية نبقى نشوف الحكايه دي انا طالع ورايا مصلحه بالسلامه يا غالي الله يسلمك انت مالك بس ومال اختك ما تسيبيها في حالها تشوف مصلحتها وهي مصلحتها تقعد لحالها وتهمل ولادها كده انا طالعه كمان عندي مصلحه دقيقة ورجعان عاوز مني ايه؟ قلت لك انا سارق لو عايز تقتلني اقتلني وخلص اقتلك لا الموت رحمه ليك خبر يا هيما انا هعذبك عذاب تتمنى فيه الموت ولا تطلقوش تتمنى يدك دي كانت اتقطعت قبل ما تتمد على ولدي عياش امرك ده فيني كل بونج حرام عليك يا ولد عن جنابك سعادة الباشا عياش امرك لا تسيبوا ليل ولا نهار سلام على الحب والعشق عاوزة تموتي بداله كيفك يا هيمة ولا وقعت ولا حد السم عليك وديك جيت لحد عندي برجليك انت ايه اللي جابك هنا يا ست هنية ومين اللي دلك على بكنة انت تكتم خالص ما اسمعش حسك انا تعمل فيا كده يا هيمه
بتعمل فيا نجدة؟ أنا بعت الدنيا كلها علشانك، أمنتك على حالي وعلى مالي. بتعمل فيا نجدة؟ تخني مع عشيقتك الكلبة دي. أنا مرته مش عشيقته. كمان كمان اتجوزتها، تلقاك صرفت عليها مالي كله. هات الكرباج ده يا عياش. ماشي يا هيما، ماشي كمان يا هيما. وحشني صوتك يا هيما. فين الكرباج ده يا ست عينيا؟ ربنا ينتقم منك. ينتقم مننا ليه؟ نصبت على حد ولا خنت حد كنت بحبه؟ انت فيك ايه زيادة عني عشان هيما يسيبني ويرجع لك انت؟ فيك ايه؟ مش بعيد، مش بعيد تكون انت اللي وزتي عشان يسرق مالي. انت راس الحية، انت راس الحية، لازم تنقطع. ماشي يا عياش، هعملكم. بس رجعلك تاني يا هيمة، رجعلك. الو، سعادة الباشا حمدان بيه، الست هنية كانت هنا ولسه ماشي؟ انا عايز اعرف دلوقت انت ايه اللي وداك البيت المهجور؟ وعرفت منين ان حابس هيما فيه؟ انت بتتجسسي عليا هنية؟ ايه اللي بتقوله ده يا حمدان؟ كيف ما خدتش بالي منك ومن عمايلك؟ ابويا قال لي قبل سابق، فاكره؟ فاكره لما اتدسيتي هنا في السرايا وطلعتي لابويا اوضه نوم ولما كان متداري فيه؟ وانا اللي دليت ابوك على الطريق اللي يهرب بيه من حبل المشنقه، وخليته يدور على هيما لحد ما عثر فيه، وهو عملها. انت عملتها ولا هو مش فارقه، حجيتكم تشكروني مش تقول لي اني بتجسس عليكم. اوعاك تجيبي سيره المخلوق، ان هيما عندي. ما تخافش يا حمدان، سرك كبير. طيب طيب يا هنية، انت عايزه ايه دلوقتي؟ فلوسي، فلوسي اللي هيما نصب علي فيها وخدها مني. اجيبها منين فلوسك دي؟ بص يا حمدان، انت تقدر تخصب على هيما انه يرجع لي فلوسي، ولو ما قدرتش تبقى انت اللي ملزوم ترجعها لي، مادام هو تحت يدك وحيشني عني. فلوسك اجيبها منين يا هنية؟ انا خلاص بقيت منفض. خلاص يبقى تسيب لي هيما، اقطع من لحمه نسايل نسايل لغايه اما يرجع لي فلوسي، ونركب راسه هقتله وفي داهيه الفلوس. اعقلي اعقلي وبلاش جنان يا هنية. ايه مالكوا في ايه؟ ما فيش يا صافية، اصلي في واحد كده نصب عليه في فلوس، ما فيش حد يقدر يرجعها لي غير جوزك. ايه ده؟ ايه الحكايه دي يا حمدان؟ ما فيش يا صافية، بزيادك لحد كده يا هنية. ها انا هتصرف. ايوه صفت، انا قلقانه قوي وحاسه ان في مشكله كبيره بين حمدان وهنية. مشكله ايه يا صفية؟ مش عارفه، هي بتقول ان في واحد اخد منها فلوس وهي عايزه حمدان يرجعها لها، بس طريقه كلامهم مع بعض ما ريحتنيش. يا ستي ما تشغليش بالك بالحاجات التافهه دي، المهم طمنيني، زينه ضايقتك في حاجه تاني؟ لا يعني هي بقت احسن شويه معايا. طيب بلغيني الأخبار أول ما، خلي بالك من نفسك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قاعدة في أوضتك لحالك ليه؟ مفيش، أنا عملت لك شاي ومعاه فايش بألف هنا. لا متشكرة أوي، أنا مش عايزة حاجة. لساكي ظلماني وخايفة لأكون حاطة لك حاجة في الشاي. طب اهو، عموما كتر خيرك، أنا طول عمري الدنيا ظلماني
ده انا حبيتك وقلبي اتفتح لك كانك اختي. اهلا بيك يا اخ محسن. اهلا بيك يا اخ صفوت. اخونا خضير قال انك شغال في محل اجهزه كهربائيه في شارع عبد العزيز. اه فعلا، وكمان عندي خبره في جميع انواع الاجهزه الكهربائيه، وكان عشم في حضرتك ان انت تساعدني ان اقدر افتح محل. الاخ محسن ملتزم وعضو في الجماعه من سنين، يعني يستاهل ان احنا نساعده. خلاص انا هفتح له معرض في شارع عبد العزيز وباسمه كمان. معرض بحاله؟ ومخزن كمان، بس انت توريني شطارتك. وانا ان شاء الله هكون عند حسن ظن حضرتك بيا. فهمت على النظام بتاعي يا اخ خضير؟ طبعا يا اخ صفو، اخونا محسن جاهز انه يمضي ورقه الضد من المبلغ اللي انت هتفتح له بيه المخزن والمعرض. عظيم عظيم. قول لي انت بتدفع اشتراك شهري للجامعه مش كده؟ ايوه فعلا بدفع 7%. 7%؟ خلاص هنخليهم 12%. ليه يا اخ صفو؟ هي الفلوس اللي هتشتغل بيها دي مش فلوس الجامعه، بستخسر تزود اشتراكك فيها. هي ما فيش غيرها، هي اللي عملتها. يمين هي وامبتيه مسرح، اكيد هي اللي صورتني وبعتت الصور دي لضابط المباحث في سبت. طالما الشناوي سافر وساب مصر يبقى اكيد هي. وبعدين المغزى دي عرفت منين ان انت متدس في السرايا؟ مصر تعرف عني كل حاجه، حتى النفس اللي بتنفسه بتعرفه. ويا ما شفنا منيها زمان وعلى يدك، ويا ما فاجئتنا. وفاكر اخر مفاجاه ليها لما بلغت الحكومه عن مكان حمدان وخليته يتدلم الجبل وقبضوا عليها. بقول لك ايه، يكونش فراج هو اللي قال لها على مكانك في السرايا. فراج ما يعرفش ان انا بتدس في السرايا الا ليله مجاني، وطلعنا سوا والحكومة كانت مستنيانا. ما تحيرش روحك يا هارون. الهم دلوقت بتفكر ازاي نطلعوا من ايه؟ مالك يا مصالح مالك؟ قلبي إيه؟ السكاكين بتقطع في صدري ابونا يا ناس. وبعدين يا ابوي ايه اللي حصل؟ بتقول ايه؟ نقلوه المستشفى؟ لا ألف سلامة، ماله الراجل ده خرع جديد؟ معلش إلا بالحق. بقول لك إيه يا أبوي، وفراج ما اتصلش بيك ولا وصلتك أخبار عني؟ ها؟ لا لا أبدا، بس كنت عايزه ياجي يعيش معايا هنا في السرايا بدل بهدلته دي. ماشي ماشي يا ابوي، مع السلامة. ليه يا فراج؟ غرت فين؟ بقيت فص ملح وداب؟ معلش يصير اعطر فيك وساعتها هاخد حقي منيك دالت ومدلت. انا عملت لك قهوتك بنفسي. تسلم يدك يا زينة، اقعدي اقعدي يا زينة. بقول لك ايه، معلش عندي خبر عفش. خبر ايه دي؟ كيف نسيب العمر يسرقني؟
هسيبه والورد يطرح تاني تاني وينديه ما للزمان ما نملش ما عمله ونسيب ايدينا على الخدود بايتا كل العذاب في طريقنا هنشيله والراحة تبقى